يا اخواننا الكرام اللي ما عم بيصلي، انت عم تقوم كل يوم عم تغسل وجهك، في غيرك عم بيقوم كل يوم يغسل كلاويه، وانت ما عم تشكر الله بالصلاه. شكر الله سبحانه وتعالى، ما حدا يضحك على حاله. انا بعبد الله عز وجل بلساني، انا اشكره بالصدقه، انا اشكره بالكذا. لا، بدك تشكر الله بتشكره مثل ما هو بده. لما تكون موظف بقلب شركه ومدير العمل يقول لك تعال الساعه 8، ما بتقدر تقول انا بجي 8:30 وبأدي شغل مضاعف خلال النهار، ما بيصدقك.